الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. موضوعنا الليلة الجرف الهار في القرآن هو البحيرة المتقدة بالنار في الكتاب المقدس، وهو البحر الأحمر. من آيات القرآن التي بدأ العالم يراها الآن هو أننا سنرى جهنم، مكان جهنم. قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. هنا بيّن الله لنا منذ 1400 سنة أن مكان جهنم هو محيط البحر الأحمر. والآن بدأت الآيات، بدأنا نشاهد النهر المتصدع أو الوادي المتصدع الذي يشق البحر الأحمر من تركيا ومحيطه حتى يطوف بكل الجزيرة العربية. وهي تقريبا هذه بالضبط من منطقة تركيا إلى منطقة الجزيرة العربية. عفوا أريكم الصورة، هذه الصورة بالذات ترون أن الخط الأحمر هو الصدع، هو فتحة، هو واد جهنم، هو واد يصل إلى 400 متر تحت الأرض عمقه، يطوف بشبه الجزيرة العربية كلها من يمنها إلى تركيا. هي كانت هذه البلاد أرض بابل التي هدمت الهيكل في ترشيش المسجد الأقصى. كانت هذا ملك بابل، وهذه المنطقة هي التي تسمى بابل. وهذا ما جعل اليهود الإسرائيليين يظنون أنهم سيحتلون كامل بابل، لكن الله وعدهم بملك في أرض الأعداء، وأرض الأعداء هي أرض بابل، أعداء اليهود، أعداء الإيمان. نعم، لأن هذه المنطقة كلها تعبد الأصنام. ما وجدنا لهم من تاريخ في الديانات السماوية الثلاث حتى الإسلام. لذا بين عرفنا أن مكان الجهنم الأرضية، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني كما وصف، كما نراها الآن ورأيناها في الصورة، بالضبط قالها الله منذ 1400 سنة. كما قال الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه قال: غلبت الروم في أدنى الأرض، وسماها أدنى الأرض، وهو ما يعبر عنه الآن بالوادي المتصدع الكبير أو الأخدود الأفريقي العظيم، ويطلق عليه أحيانا الشق السوري الأفريقي أو حفرة الانهدام السوري الأفريقي، وجميعها من الأسماء الشائعة لصدى جيولوجي يمتد من غرب آسيا وصولا إلى شرق أفريقيا، من جنوب تركيا إلى الشمال عبر بلاد الشام والبحر الأحمر وخليج عدن وحتى زيمبابوي، مينلا في الجنوب في كينيا. ينفصل الصدع إلى جناحين يصلان إلى زيمبابوي شرق الجنوب الأفريقي. يشار إلى هذا الصدع بأسماء عديدة: الشق السوري، الشق السوري، الانكسار الأفريقي، الأخدود الأفريقي،
وهو وغيرها من الأسماء، طول الصدع أكثر من 6000 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 27 كيلومتر، معناها شق في عرض 20 كيلومتر، هذا أمر مفزع. ويبلغ ارتفاعه ويبلغ بعده عن البحر أكثر من 400 متر في بعض الأحيان، أكثر من 400 متر على سطح البحر واليابس، وهو أخفض مكان، وهو ما أشار الله إليه في القرآن بالصدع، بأدنى الأرض، يعني أدنى مكان في الأرض. كل الأماكن التي في القرآن، التي في الكرة الأرضية، هي أدناها هذه الأماكن التي بيناها لكم. وهنا يتبين لنا أن الجرف الهار، مش معناها جرف هار، معناها بالضبط أخدود يتناقص يتسع، ويعبر عنه بالصدع، معناها صدع. من أشهر الظواهر الطبيعية الأرضية فوق فهو السبب الجيولوجي لتشكيل عدة معالم طبيعية بارزة، منها من الشمال إلى الجنوب حوض نهر العاصي، بداية من بحيرة وسهل، العمق في الشمال في لواء الإسكندرون، مرورا بمنخفض سهل الغاب في سوريا وحتى منبعه، ثم سهل البقاع اللبناني، ووادي التيم، ووادي حلت المنحدر تحت بلدة كفر شوبة في قضاء حصباية، والممتد من مرج الخيام إلى سهل الحولة، فبحيرة طبرية والمرج حولها، ومرج بيان، ومرج الأردن وغور الأردن، فالبحر الميت، ووادي عقبة، فخليج العقبة، ثم البحر الأحمر. يعني انتهى الأمر. هذه أمور علمية، أمور كشفها العلم، لم أقولها أنا، بل العلم من كشفها ويعلمها العالم الآن. والذين جعلوا، ولا أن المسجد الذي جعلوه ضرارا، ما يقصد به إلا الكعبة، فالكعبة بجانب البحر الأحمر، كما المقصى الأقصى المزيف في فلسطين أيضا بجانب الجرف الهام. وعندما يذكر الله المسجد، فإن الله ذكر 4 مساجد في القرآن، وهذا أيضا في الحديث. المساجد في الإسلام لا تكتفوا بتفسير، فلا تكتفوا بتفسير من قتل رسول الله، واتبعوا تفسير الحق. الحق الآن يظهره العلم، فلا تكتفوا بتفسيرهم، لأنهم أرادوا أن يقدسوا بلادهم ويقدسوا أنفسهم على كل الناس. من المساجد 4 في الإسلام، يقول في الحديث: تعمل الرحال، الرحال معناها السياحة الدينية، شد الرحال معناها كل الناس تهيئ الرحلة، تجعل رحلة، والرحلة تطول دائما. تعمل الرحال إلى 4 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى، ومسجد الجند. ما معنى؟ نحن نعلم أن المساجد 3 معروفين: المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله في ترشيش وليس في فلسطين، وأما المسجد الحرام الكعبة، ومسجد رسول الله في المدينة، كل هؤلاء نعرفهم. أما مسجد الجند هو مسجد برية سينا، بيزا سينا، تونس، وسمي بمسجد الجند لأن محيطه كان معسكرا لكل من احتلوا تونس، كان معسكرا لبني إسرائيل، وكان معسكرا لأهل بابل، وكان معسكرا للفرس، وكان معسكرا للعرب لما فتحوا القيروان. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليصدوا به عن سبيل الله، أي ليصدوا، ليمنعوا به الخروج إلى الأرض المقدسة وعبادة الله، ويكتفون بعبادة آلهتهم، بعبادة آلهتهم حول الكعبة
بينما القرآن يقول أن عبادة الله في الأقصى وحول الأقصى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، كفرا يعني حجهم باطل، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن أن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، يعني المسجد الأقصى أحق من الكعبة، وأمر الله رسوله بالخروج للأرض المقدسة، ولكن قومه رفضوا الخروج فأسري به إلى الأرض المقدسة. الله أمر رسوله أن يقيم في المسجد الأقصى وليس في الكعبة. فالمساجد المقدسة في القرآن وعند المؤمنين الكعبة والأقصى ومسجد السامرين ومسجد طور سيناء، هوريب في التوراة. عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 حجج، ثم أذن في الناس، جاء الناس خبر أن الرسول سيحج هذا العام. لماذا سيحج؟ لأنه لم يحج من قبل إلى مكة أبدا. لماذا يذهب إلى الكعبة؟ ما ذهب إلى الكعبة إلا ليودع المسلمين، لأنه علم من الله أنه سيقتل، سيقتلونه، فقبل أن يقتلونه أراد أن يودع المسلمين في ما يسمى بحجة الوداع التي قلبها عمرة. وبالحديث الصحيح عن جابر، أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا لا نخلط بعمرة، فقدمنا مكة ل4 ليال خلوا من ذي الحجة. سألنا الحج يبدأ من أول يوم في ال10 أيام من الحج. هنا وصلوا في اليوم الرابع، 4 ليال خلوا من ذي الحجة. فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. كيف إذن تسمى حجة الوداع والرسول أمر أنها عمرة؟ هؤلاء لا يسمعون لله كلمة ولا للرسول كلمة. فأمرنا رسول الله أن نجعلها عمر، انتهت فهي عمر، لماذا تقولون حج؟ وأن نحل إلى النساء، فقلنا ما فيما بيننا، ليس بيننا وبين عرفة إلا 5، فنخرج إليهم مذاكرنا تقطر منيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أبركم ولا أصدقكم، ولولا الهدي لأحللت. فقال سراقة ابن مالك: أمتعتنا لهذا العام أم إلى الأبد؟ فقال: لا، بل إلى الأبد. أي حج هذا الذي تهتك فيها عرفة ويهتك فيها أيام الحج؟ أي حج هذا؟ إنما الحج إلى الله في أورشليم، دار السلام التي يدعو إليها القرآن، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وليس الحج إلى الكعبة، إلى عرفة، إلى مركز عبادة الشمس. وسينتهي هذا الحج بظهور المسجد الأقصى. عن أبي هريرة: يبايع لرجل بين الركن والمقام. الركن والمقام في الأرض المقدسة. الركن هم والمقام هما مسجدي الأرض المقدسة، الأقصى والبيت العتيق الذي ذكره القرآن والذي نزل فيه كبش الفدال إسماعيل الذبيح، والذي أقامه إبراهيم مسجدا وبناه. مسجد البيت سارة التي كانت في جبل المرية، يسمى الآن جبل المرية، وهو في التوراة جبل المرية. ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. يجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا، وهم الذين سيخرجون كنزه. الذين اتخذوا مسجد ضرار هم الذين منعوا الحج الى الارض المقدسه التي بارك فيها للعالمين. هل يرون ان المسلمين لم يبارك الله لهم في الارض المقدسه، انما بارك فيها للعالمين، كل العالمين، اولسنا من العالمين؟ نبدا بحديث صحيح يبين لنا ان مكه ارضا، أن ليست أرضا مباركة، ويبين لنا أن أهلها كانوا أعداء للرسول محمد عليه وآله الصلاة والسلام حتى بعد إسلامهم، لدرجة أن الرسول هجرها 9 سنوات ولم يذهب إليها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. نعم، الأوس والخزرج آمنوا بالله وبرسوله وحاربهم أهل مكة وانتصر عليهم أهل مكة وحرفوا الإسلام، كل الإسلام، لم يتركوا أي شيء صحيح بالإسلام. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا ما قال هود لقومه، ونفس ما قال هود لقومه قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: إنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. مكانتكم هي مكتكم، هي المكان، المكان الذي له مكانة عندكم، وكبر على المسلمين العرب ترك مكة إلى الأقصى، بينما خرج بنو إسرائيل من مصر بجانبهم، وكانت السعودية تابعة أرض مصرية، نعم، ليس كما يفعل رئيس مصر أن أعطاهم صنافير والجزيرتين، كانت السعودية تحت ملك مصر. مكانتهم بنو إسرائيل خرجوا إلى الأقصى وهم لم يخرجوا إلى الأقصى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عامل، إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال الله لرسوله: ولو حرصت على أن يؤمنوا لن يؤمنوا. هذا أمر، هذا سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، لأنهم لن يقدسوا شيئا آخر غير مكة ولا ما أي شيء آخر غير أنفسهم. قال أمرت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، يعني ليست يثرب، يثرب هي المدينة، والمدينة هنا أورشليم، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، وهي التي ستطهر هذا، ستعيد للإسلام مجده، لأنه ينزل في محله، ينزل بين شعبه، بين المؤمنين، وليس بين أهل الأوثان. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنقي الناس كما ينقي الكير الخبث. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة تنفي خبثها، معناه تطرد الكافر ولا تقبله، وتبغضهم في حياتهم، يخرجون بعضهم بعد موتهم. عبد العزيز بن صالح كان من أخف الوهابية على أهل السنة، ومع ذلك لم يقبل هذا الحديث، لم يقبل أن المدينة هي التي ستنقي الناس وتكون المدينة أهل التي تنصر الإسلام، بينما الإسلام بيّن القرآن أنه سينصر من قوم موسى، وقوم موسى في الأرض المقدسة، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم الأسباط الاثني عشر والسامرين الأفارقة الذين أسلموا برسالة الإنجيل، وكان منهم الأريسيين أو الأريوسيين، نعم، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وهم أهل الصفة الصوفية. قال ابن الأثير في النهاية: أمرت بقرية تأكل القرى، وهي مدينة بلغت أهلها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القرى، وينصر الله به دينه بأهلها، ويفتح القرى عليهم ويغنمهم إياها فيأكلونها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبربر: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وفارس فيفتحها الله، والروم فيفتحها الله، والدجال فيفتحها الله. هنا يتبين لنا أن القرية التي أمر الرسول بها هي أورشليم، دار السلام،
المكان الذي أسري به إليها، وأسري به إليها وصلى فيها إماما بكل المرسلين عليهم وآلهم الصلاة والسلام. هنا علينا أن نعلم أن الإسلام لن يكون ولن يتطبق ولن يطبق إلا في الأرض المقدسة. وقد بين الكتاب المقدس أن الجرف الهار هو البحر الأحمر الذي أدخلوه في التوراة، بينما لم يمر عليه لا أي نبي ولم يصل إليه أي رسول في من بني إسرائيل. وقد أكد الله أنه كما جعل النار محيطة بالعرب جعلها أيضا محيطة باليهود الذين تركوا قدس الله وأسسوا مدينة في بابل فلسطين اليوم. الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك، يعني الصخر الذي ولدك، الصخر هي الأرض المقدسة التي بنيت على الصخر وفي الجبال وفي جبال الأعراف في جبال ترشيش العالية. نعم تركها بني اليهود الآن الذين لم يسلموا لعيسى ولم يؤمنوا برسالة محمد. قال لهم الصخر، وهذا في سفر التثنية، لا الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك. فرأى الرب رذل من الغيظ بنيه وبناته وقال أحجب وجهي عنهم وأنظروا ماذا تكون آخرتهم إنهم جيل متقلب وأولاد لا أمانة لهم. هم أغاروني بما ليس إله، أغاضوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. استبدلهم بالعرب الذين لم يؤمنوا برسالته أيضا، لذلك وصفهم بالغباء أنهم يتركون القدس مركز الحياة ومركز عبادة الله والجنة ويستبدلونها بقعر جهنم. إنه قد أشعلت نار غضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى. البحر الأحمر هو الهاوية السفلى، وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال، لن يترك لهم مكان إلا ويحرق. أجمع عليهم شرورا، نعم هذا موجه لإسرائيل الآن، أجمع عليهم شرورا وأنفذ فيهم سهامي، إذ هم خاوون من الجوع ومنهكون من حمى وداء سام، أرسل فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف، يعني أمراض وحرب وعلل وعطش وفقر وجوع، كل ذلك سيصيبهم بعد أن يظهر الأرض المقدسة وتحاصر إسرائيل، فلا يقف معهم أحد، لا هم ولا العرب، لن ينصرهم أحد. من خارج السيف يثكل، ومن داخل الخدور الرعبة، الفتاة مع الفتاة والرضيع مع الأشيب. أكد الكتاب المقدس أن الدجال سيطرح في أتون جهنم في البحر الأحمر بمحيط الوادي المتصدع الذي يشمل شبه جزيرة العربية كلها من تركيا إلى اليمن. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، على رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه من خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماضي ليس يضرب به الأمم، ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو سيدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله ثوب وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء، هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكل لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل الجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس مع جنده، وهنا يقصد الدجال وجنده والذين سيكون معه، وبالطبع سيكون في الجزيرة العربية
في الشرق الأوسط، نقول عموما كي لا تكون الجزيرة العربية، بل ستكون في شبه الجزيرة العربية بشامها وسعوديتها وخليجها. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه آيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. باركوا الرب، باركوا الرب، باركوا الرب، لأن الرب ذو انتقام وإنه على كل شيء قدير. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، نعم يأجوج ومأجوج هم الروس والذين سيبدأون هذه الحرب وهذا التطهير للأرض، سيفصلون، معركتهم ستكون الفاصلة بين الحق والباطل، بين عبادة الله في أورشليم دار السلام وبين عبادة الأوثان في مكة وفلسطين والعراق وكل مكان يعبد فيه الشيطان. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا إنا كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هنا يعترفون أنهم كانوا يعبدون الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. نعم فلسطين ومكة مكان حسب جهنم، هو مكان الأتون، مكان جهنم الأرضية التي ستفجر وقريبا بحول الله. ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لن يبقى على الأرض فاجرا وفاسقا ومنافقا يعبد الأوثان حول الكعبة أو في فلسطين أو يعبد أهل البيت.